بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما في صراع المركز الاول والثاني بين مانشستر سيتي وليفربول، صراع المركز الرابع سخن جدا وحامي جدا في الدوري الانجليزي. المركز الرابع هو المركز المؤهل لدوري ابطال اوروبا. الصراع سخن جدا ما بين قطبي شمال لندن ارسنال وتوتنهام هوتسبير. والنهارده كانت بدايه الرحله الصعبه لتوتنهام هوتسبير قدام فرقه محترمه زي ليستر سيتي، وبعدها راح لليفربول في الانفيلد، وبعدها هيروح يشرخ على ارسنال. فالمشوار مهم جدا بالنسبه لرجاله انطونيو كونتي في حاله ان هم متشبتين بالمركز الرابع. كانت البدايه لازم تكون النهارده قدام ليستر سيتي، كان لازم النهارده يكون في فوز قدام ليستر سيتي، لان التعثر اللي حصل قدام برينتفورد الاسبوع اللي فات ما كانش مقبول جدا. بس عادي مفيش اي مشكله، ارسنال الناحيه الثانيه بيحاول على قد ما يقدر ان هو بيساعدك، فتعثر براحتك. بس اهم حاجه في ماتشات ارسنال حاول تركز مع ارسنال، المباراه بتاعتك انت وارسنال، كتوتنهام وارسنال، وقبلها يا ريت تكون رايح بنتائج ايجابيه. ولما تكون رايح بنتائج ايجابيه طبعا لازم تبدا من ليستر سيتي. ليستر سيتي بيقدموا موسم سيء جدا، اعتقد ان رجاله السيد براندون جونز بيقدموا موسم كارثي بالنسبه لهم وبالنسبه لليستر سيتي من فتره طويله. ليستر سيتي اللي احنا لما كان بياخد مركز خامس كنا بنقول ليستر سيتي اتغفل، دلوقتي ليستر سيتي مركز 11، فبسم الله ما شاء الله احنا بنتكلم حال ليستر سيتي في الضياع خالص، مع انه عنده لعيبه جامده جدا. بس سبحان الله يا عزيزي، ليستر سيتي قدم مباراه غريبه النهارده. بس برضو للامانه يعني هاري كين قدر ان هو يحسم الامور بدري. هاري كين قدر ان هو يسجل هدف اول في الدقيقه 21 عن طريق راسيه جميله من ضربه ركنيه، بيقدر ان هو يفتح المباراه ويفتح الجيم. وتوتنهام لما بتسجل الدنيا بالنسبه لها بتكون سهله شويه عن ما المباراه ما بتاخدهم وما بيعرفوش يسجلوا، لان احنا عارفين كويس قوي ان 3-4-3 بتاع سيري توني كونتي اغلب قوتها عن طريق الاطراف، ايمرسون ريال وريان سيجنسون وطبعا سون وهاري كين. لوكاس مورا النهارده ما اعتقدش ان لوكاس مورا بقى ليه مكان اساسي في تشكيله توتنهام في وجود ديان كولوفسكي، لان ديان كولوفسكي ورودريجو بنتاكور من المره 500 مؤثرين جدا مع توتنهام من ساعه ما وصلوا. ديان كولوفسكي نزل مع الاتيك عمل اسيستين لسون هيون مين. زي ما هنقعد نتكلم على سون وان سون اندر ريتد وان سون قدم اداء رائع واداء جميل، دي حاجه مؤكده بالنسبه لسون، بس برضه ديان كولوفسكي دايما افضل وقع ديان كولوفسكي ان هو حل مشاكل كتيره كانت موجوده عند توتنهام ناحيه اليمين، الناحيه اللي فيها مشاكل كتير قوي. لوكاس مورا النهارده ما كانش مؤثر جدا لحد ما طلع في الدقيقه 55، نزل ديان كولوفسكي كان مؤثر جدا، قدر ان هو يعمل 2 اسيست لسون هيون مين في الهدف الثاني والهدف الثالث. طبعا ده بجانب الفينش العالمي لسون في الهدف الثاني ولفه الوسط العالميه والتصويبه العالميه لار تو اللي راحت بعيده قوي على كاسبر شمايكل. سون بيقدم عظمه، سون هيفضل دايما من اللعيبه الاندر ريتد في عالم كره القدم، من اللعيبه اللي مش واخده حقها في عالم كره القدم. بس سون وهاري كين وهم في يومهم بيقدروا ان هم ياخدوا الفريق للمكسب، ياخدوا الفريق لثلاث نقاط، ياخدوا الفريق لنهايه مباراه يكونوا كسبانين فيها. وقد كان عزيزي، بس يعني في هدف كده جاي ايناتشو سجل هدف في الدقيقه 92، تصويبه جميله خبطت في العارضه وراحت في المرمى مباشره. بس فرقة ليستر سيتي تاني وتالت ورابع مش ده ليستر سيتي اللي كان منتظر. ليستر سيتي قدم موسم بالنسبة لناس كتيرة، بالنسبة للمتابعين كتيرة كان موسم كارثي، كان موسم ناس كتيرة استغربت ان فرقة براندو روجرز تراجعت، مشاكل دفاعية كتير، اصابات كتيرة جدا، ازمات كتيرة جدا. بس الناحية التانية فرقة توتنهام وتسبير لما كان مطلوب منها ان هي تكسب النهاردة ولما كان مطلوب ان مفيش اي نقاط هتقع تاني، الفرقة كانوا رجالة وكانوا على الوعد وكانوا على العهد ان احنا لسه مكملين، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم اعزائي وتقدروا انكم تعملوا نتيجة ايجابية مع ليفربول في الانفيلد ان شاء الله. ندعي كلنا لتوتنهام يعمل نتيجه ايجابيه في الانفيلد ان شاء الله باذن الله، وبعدها يعمل اي حاجه بقى مع ارسنال، المهم يعطل ليفربول. بس ان شاء الله باذن الله خير بالنسبه لتوتنهام وصراع المركز الرابع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو براحتك اعمل لك ايه، يمكن تكون انت مشجع ليفربول.